بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، أحييكم وأرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب في أول انطلاقاتنا لهذا الصباح، شوطنا الرئيسي الأول الخاص بفئة الإجذاع والثنايا والثنوات، مكسى من مسافة 6 كيلومترات، حيث نلتقي في هذا اليوم السبت الموافق 20/12 لعام 1444 من الهجرة النبوية الشريفة، على مكرمة ودعم من أخينا السيد حماد بن فرج السويحلي على تخرج ابنه الشاب سويلم بن حماد بن فرج السويحلي، متمنين له التوفيق والنجاح والسداد يا رب العالمين. شكرا يا ابو فيصل على ما قدمت يداك لرياضة الهجن العربية الأصيلة، لرياضة الآباء والأجداد، لهذا الموروث الشعبي الكبير الذي ما زال متطاولا مع الأعوام ومستمرا جيلا بعد جيل. إذا مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء في كل مكان، ننطلق ونسير بحضاراتكم مع مقدمة الشوط، مع معركة الثنايا والإجذاع. مسافة 6 كيلومترات هي من ستحكي لنا روايتي وعمري هذا الشوط. نبدأ ونسير مع مقدمة الشوط، هنالك من ينطلق مع أول انطلاقاتنا في هذا الصباح. إلا مركز الأول هنالك مغامر ساري بن عطل الزمهري، من يقدم لنا مغامر على مقدمة الشوط، بينما ثاني الأسماء ويتسلل بدوره إلى مقدمة الشوط. هنا مهيض سلطان بن علي العمراني، من يقدم لنا مهيض على أول التحديات، بينما ثالث الأسماء وثالث المتقدمين قد يبتعد كل البعد عن بقية المشاركين. هنالك ثالث الأسماء يا مخرجنا العزيز ويا أحد المصورين المتألقين معنا في هذا الميدان، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط باستراحة المحارب مع مهيض، وتعود ملكية مهيض للسلطان بن علي العمراني. أيضا أبناء الميدان يعلقون الأمال معك يا مالك مهيض على مقدمة الشوط. وينطلقون ليعلقون الأمال بهذا الشوط الكبير والجائزة الضخمة التي وضعت لصاحب المركز الأول معنا في هذا الشوط، شوط الكبار وشوط العمالقة. أين سيتجه ناموس هذا الشوط؟ هنالك الأسماء لم تأتي بعد، انتظروها في الأمتار الأخيرة وفي الأمتار الحاسمة. ما زال مهيض مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول باستراحة محارب مع أول الأسماء. ينطلق مهيض والعساقوس مع بداية الأسماء ومع بداية المنطلقين. مهيض سلطان بن علي العمراني، من يقدم لنا مهيض على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني هنا مغامر ساري بن عطل الزمهري، ليأتون أبناء ميدان أبو العجاج ويقدمون لنا مغامر على ثاني التحديات وعلى ثاني الانطلاقات. ولكن نعود مع مهيض مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. ينطلق مهيض بصدارة الشوط وبالمركز الأول وبأول التحديات هنا لنصل إلى لوحة 4 كيلومترات. يا مالك مهيض ويا مالك الأسماء الكبيرة، من ينطلق مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول؟ هنا مهيض يأتي مع مقدمة الشوط، يأتي مع المركز الأول، من يحمل الرقم 2 وهو على الصدارة وهو على المركز الأول. يلا يا أبو علي، من يقدم لنا مهيض على مقدمة الشوط؟ إلا أسماء الواصلة، إلا الشعارات التي حضرت وتواجدت في هذا الشوط. وصل على ثاني الأسماء مغامر ساري بن عطل الزمهري، وثالثا وصلت في هذه اللحظات وحضرت في هذه الأثناء وصلت السائلة سند بن عبد الله المسعودي. من يقدم لنا
لنا السايل على ثالث التحديات، ورابعا هنالك وصل موفق مشعل بالله في الدبر، من يقدم لنا موفق على رابع التحديات؟ ولكن نعود إلى مقدمة الشوط يا مخرجنا العزيز إلى المركز الأول، إلى مهيض للعمراني، من يقدم لنا مهيض على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول؟ سلطان بن علي العمراني من يقدم لنا مهيض على مقدمة الشوط؟ أيضا وصلت السائلة من تصول وتجول على أرضية هذا الميدان لتقدم لنا العروض الكبيرة، لتقدم لنا العروض الفنانة، أحد الأسماء الخطيرة معنا في هذا الشوط. وصلت السائلة رعية العوايد ورعية الإنجازات، ومن يقدم لنا السائلة؟ هنالك سند بن عبد الله المسعودي، من يقدم لنا السائلة على ثاني الأسماء؟ بينما ثالث التحديات وثالث الأسماء وثالث الحاضرين وثالث القادمين، من القادم في هذه اللحظات؟ من الحاضر في هذه الأثناء؟ القادم على ثالث التحديات ولكن مهيض مع مقدمة الشوط. نعود إلى العمراني، نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول يا مالك مهيض. ركز 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 ركز، هنالك الأسماء القادمة والشعارات الحاضرة والقادمة معنا في هذا الشوط يا مالك مهيض. من يقدم لنا مهيض على أول التحديات، على أول الانطلاقات؟ من يقدم لنا مهيض؟ سلطان بن علي العمراني من ينطلق ويقدم لنا مهيض على أول التحديات، على أول الانطلاقات، ولكن وصلت السائلة سند بن عبد الله المسعودي، من يقدم لنا السائلة على ثاني التحديات وعلى ثاني الانطلاقات يا مالك مهيض؟ من يقدم لنا هنا مهيض؟ ولكن وصلت السائلة وأيضا وصل موفق مع الدبر، من يقدم لنا موفق؟ مشعل بن لا في الدبر، من يقدم لنا موفق على ثالث التحديات؟ ولكن نعود إلى مقدمات الشوط، إلى المركز الأول، إلى لوحة الاثنين كيلومترات يا من تتابعون ويا من تشاهدون هذه الانطلاقات الكبيرة. مهيض مع مقدمات الشوط ومع المركز الأول وفي الرقم واحد، ثانيا هنالك السائلة سند بن عبد الله المسعودي، من يقدم لنا السائلة على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول على أول التحديات؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، من يقدم لنا السائلة على ثاني التحديات؟ سند بن عبد الله المسعودي، وثالثا وصل موفق مشعل بالله في الدبر، هنا من يقدم لنا موفق؟ ولكن يا إخواني الصراع قد يحتكر ما بين الثلاث الأسماء، ما بين الثلاث العمالقة المتواجدين على مقدمة الشوط على المركز الأول. روح يا راعي موفق، وصلت السائلة، وصل سند بن عبد الله المسعودي، وأيضا وصل موفق مشعل بن لا في الدبر، من يقدم لنا موفق على ثالث التحديات وعلى ثالث الانطلاقات؟ روح يا مالك موفق، موفق على أول التحديات، أيضا صاحب هذا الشوط في الأسبوع الماضي ويبي يكرر السيناريو معنا في هذا اليوم لينطلق مع مقدمات الشوط، مع المركز الأول، مع أول التحديات، مع أول الانطلاقات. الله 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 على هذا الانطلاق الكبير وعلى هذا الانطلاق المميز وعلى هذه المعركة الكبيرة التي تدشن لنا أرضية هذا الميدان، هذه الأحداث الكبيرة والانطلاقات المميزة. ولكن اقتربنا من الأمتار الأخيرة ومن المنعطف الأخير والاتجاه الصحيح إلى مقدمة الشوط، إلى مقدمة الشوط. الله 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 الله، وصل موفق، ووصلت السائلة، اتحرك موفق، واتحركت السائلة،
درب يا راعي مهيض درب. الله الله الله، وسلم وفق مشعل بالله في الدبر، وايضا وصلت السايل ومهيض مهيض والسايل وموفق على مقدمات الشوط. الناموس وين يحتار ومن يختار؟ موفق ولا مهيض؟ مهيض ولا موفق؟ موفق ولا مهيض؟ يا سلام، ولكن موفق مع مقدمات الشوط، ولكن مهيض يتسلل من الجانب الآخر وينطلق مع مقدمات الشوط ومع المركز الأول، ولكن وصلت السايلة ووصل موفق، ولكن مهيض مع مقدمات الشوط ومع المركز الأول ومع الانطلاق الأول. يا سلام، أيضا يحتكر هذا الشوط ويكرر السيناريو. تهانينا والناموس لمالك مهيض سلطان بن علي العمراني على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. بينما ثاني الأسماء وصلت السايلة سند بن عبد الله المسعودي، وثالثا وصل موفق مشعل بن لافي الدبر.